فيما يتعلق ب نعم ثمانية دقائق، مشروع قانون الصلح الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد فيما اسمه خريطة الطريق، هذه اقترح القانون هذا للتذكير أنه الرئيس الراحل باجي خالد السبسي سبق أنه اقترح مشروع قانون الصلح مع رجال الأعمال المتهمين بالفساد، وكان ذلك المقترح ينص على إرجاع المال المنهوب وخطايا مقابل الصلح. وقتها رفض المجتمعان المدني والسياسي المشروع، وكل يتذكر وقتها حملة من سمح اللي قالها حزب التيار، وعلى وجه الخصوص المناضل الاجتماعي الراحل مالك الصغير الله يرحمه. اليوم قيس سعيد يطرح مبادرة مشابهة، لكن المشروع هذا ما فيش أمل لإرجاع المال المنهوب. إذا كان مبادرة بالطريقة هذه، ألا يمكن أن تجعل رجال الأعمال يعني محل ابتزاز؟ شوف سي الحسين، التشريع نتاعنا وحتى في التشريع المقارن في بالنسبه للجرائم الاقتصاديه، جرائم الفساد المالي، يعني فيها امكانيه نتاع صلح مع الاداره. مثلا نشوفوا القضايا الصرفيه، مثلا يمكن ان معناها يتم فيها الصلح وتنقرض بموجب الصلح الدعوه العموميه. القضايا الديوانية مثلا كذلك يمكن معناها إبرام صلح مع الإدارة مع الديوانة وتنقرض بموجب الصلح الدعوة العمومية. أنا في اعتقادي المشروع اللي مشى فيه قيس سعيد مشروع غير قابل للتطبيق. أولا من ناحية الواقعية، هو يتحدث عن مشروع كان عرضه منذ 2012، وهذا المشروع يتحدث عن 430 يعني رجل أعمال، معناها اللي هما مفروض أنهم معناها من الفاسدين وتعلق بهم قضايا، وهؤلاء رجال الأعمال بواسطتهم باش يعمل هو مشروع نتاع الشركات الأهلية اللي باش تتكون في المعتمديات، وكما قال هو قال المعتمدية الأكثر معناها فقراً يسند إليها الرجل الأعمال أكثر فسادا. يعني من ناحية العملية هذا المشروع غير قابل بأي حال من أحوال للتطبيق، لأن 430 رجل الأعمال ما عادش موجودين أولا، لأنهم فيهم شكون توفى، فيهم شكون اللي أمضى عقوبة سجنية ووقع سراحه، فيه شكون اللي تحكم عليه معناها قضائيا نهائيا سواء بعدم سماع الدعوة أو بمعناها خطايا. وبالتالي معناها هذا المشروع معناها هو مشروع هلامي يتحدث عنه، ولكن على الميدان معناها هو مشروع غير قابل بكل المقاييس للتطبيق. اللي نحب نقوله في هذا الصدد يا سي الحسين، راهو البلاد لا تسير بالأحلام ولا تسير بمثل هذه المشاريع الهلامية. البلاد راهو تسير عن طريق معناها البرامج الصحيحة، البرامج المعناها التي تقدم على أساس دراسات من طرف أهل الاختصاص، ويقع معناها تشريك فيها كل معناها أهل الاختصاص. لا يمكن بأي حال من أحوال معناها أن معناها تبنى الإصلاحات على مجرد معناها كما هكا معناها مشاريع هلامية معناها يأتي بها قيس سعيد ويريد فرضها معناها في بلادنا بدعوى أنه يريد الإصلاح، وفي حقيقة الأمر والواقع فهو لم يصلح أي شيء. نعم.